السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي علمي في مدرسة أورينت الافتراضية، نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات، ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله. أعزائي الطلاب، بعد أن استعرضنا في الدرس السابق مفهوم معدل التغير الذي هو فرع من تطبيقات على التفاضل، ومعدل تغير صاد بالنسبة إلى نون إذا كانت صاد هي دالة من سين، فإن تغير صاد بالنسبة إلى نون يساوي تغير صاد بالنسبة إلى سين ضرب تغير سين بالنسبة إلى نون، أي تطبيق دالة الدالة لإيجاد معدل التغير. سوف نقوم في هذا الدرس إن شاء الله بحل بعض التمارين لتوضيح مفهوم معدل التغير. التمرين الأول في هذا الدرس: صب رمل على أرض أفقية بمعدل 4 سنتيمتر مكعب على الثانية، وكوم كومي على شكل مخروط دائري قائم ارتفاعه 3/4 طول نصف قطر دائرته. احسب معدل تغير طول نصف القطر عندما يكون طول نصف القطر يساوي 4 سنتي. لدينا المخروط قائم أي الرمل على شكل مخروط، ومعدل تغير حجم المخروط اللي هو 4 سنتيمتر مكعب على الثاني. وبالتالي بفرض أن ارتفاع المخروط عين فيكون نصف قطره نو قاف، والعلاقة بين نو قاف وعين هي أن ارتفاعه 3/4 طول نصف قطر دائرته، أي أن عين تساوي 3/4 نو قاف. إذا كان نصف قطر المخروط نو قاف وارتفاعه عين، فإن عين 3/4 طول نصف قطره، وبالتالي عين تساوي 3/4 نو قاف. حجم المخروط القائم أو الدائري القائم هو 1/3 ب نو قاف مربع عين، بدلالة مجهولين اللي هو نصف القطر والارتفاع، ولكن عين تساوي 3/4 نو قاف. بالتالي بالتعويض في دالة الحجم أو قانون الحجم، هي تساوي 1/3 ب نو قاف مربع بعين اللي هي 3/4 نو قاف. 3/3 واحد، وبالتالي 1 في 1 اللي هي 1، وواحد بأربعة اللي يساوي 4. بي ونو قاف مربع بنو قاف نو قاف مكعب، أي أن الحجم يساوي 1/4 ب نو قاف مكعب. ولكن مشتقة الحجم بالنسبة إلى نو قاف هي دال ح دال نو قاف تساوي 3/4 ب نو قاف مربع. المعطى في نص المسألة تغير الحجم أو معدل تغير الحجم، وبالتالي المعطى هو دال ح دال نون ويساوي 4 سنتيمتر مكعب على الثانية زائد 4، أي أن الحجم يزداد بمعدل 4 سنتيمتر مكعب كل ثانية. والمطلوب في نص المسألة هو احسب معدل طول نصف القطر أي دال نون قاف دال نون عندما يكون طول نصف القطر 4 سنتي. لذلك أوجدنا دالة الحجم أو قانون الحجم بدلالة نون قاف، كون المطلوب دال نون قاف دال نون، ومعطى لدينا طول نصف القطر 4 سنتي. وبالتالي بتطبيق دالة الدالة، دال ح دال نون اللي هي دال ح دال نون قاف ضرب دال نون قاف دال نون. دال ح دال نون معطى في نفس المسألة وتساوي 4 سنتيمتر مكعب على الثانية، ودال ح دال نون قاف من دالة الحجم اللي هي 3/4 ب نون قاف مربع، نون قاف مربع نون قاف تساوي 4 في هذه اللحظة عندما يكون دال ح دال نون يساوي 4 سنتيمتر مكعب على الثانية. والمطلوب في نص المسألة هو دال نون قاف دال نون، وبالتالي بالتعويض في دالة الدالة اللي هي دال ح دال نون تساوي دال ح دال نون قاف ضرب دال نون قاف دال نون. دال ح دال نون اللي هي 4 عندما يكون نصف القطر يساوي 4، ودال ح دال نون قاف تساوي 3/4 ب بنون قاف اللي هي 4 للتربيع، وبالتالي تصبح 3/4 ب 4 للتربيع. 4 للتربيع اللي هي 16 على 4 تساوي 4، وبالتالي 4 مع 4 ويساوي 1 ضرب دال نون قاف دال نون، أي أن دال نون قاف دال نون تساوي 1/3 ب، وواحدة دال نون قاف دال نون اللي هي سنتيمتر على الثانية، أي أن
معدل تغير نصف القطر يساوي 1/3 بسنتيمتر على الثانية. ونستطيع أن نقول أي أن نصف القطر قاعدة المخروط تتزايد كون المعدل زائد بمعدل 1/3 بسنتيمتر كل ثانية عندما يكون طول نصف القطر للمخروط يساوي 4 سنتيمتر. معدل نصف القطر يزداد بمعدل 1/3 عندما يكون طول نصف القطر يساوي 4 سنتي، وهو المطلوب في هذا التمرين. التمرين الثاني في هذا الدرس مجسم على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربع، طول ضلعه س، ارتفاعه ثابت يساوي 50 سنتي. إذا كان حجم متوازي المستطيلات ح سنتيمتر مكعب ومساحة سطحه الكلية م سنتيمتر مربع، أوجد صيغة لكل من ح وم بدلالة س. سوف نقوم بحل هذا الطلب، أي إيجاد صيغة كل من ح وم بدلالة س. لدينا حجم متوازي المستطيلات اللي هي مساحة القاعدة في الارتفاع، قاعدته مربع طول ضلعه س، وبالتالي مساحة قاعدته هي س مربع في ارتفاعه 50، وبالتالي حجمه هو س مربع ب50، أي 50 س مربع. الحجم بدلالة س هي 50 س مربع، ولكن مساحة سطحه الكلية هي مساحة جانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية تعطى من العلاقة محيط القاعدة في الارتفاع، محيط القاعدة اللي هو عبارة عن مربع، وبالتالي محيط المربع 4 س في الارتفاع 50، وبالتالي مساحته الجانبية هي 4 س ب50، بينما مساحة كل قاعدة هي س مربع، وبالتالي مساحة القاعدتين هي 2 س مربع، أي أن م تساوي 4 س ضرب 50 اللي هي مساحة جانبية ضرب 2 س مربع اللي هي مساحة القاعدتين، وبالتالي تساوي 2 س مربع زائد 200 س. وبالتالي م بدلالة س هي 2 س مربع زائد 200 س. وبالتالي أوجدنا صيغة لكل من ح وم بدلالة س. الطلب الثاني، الضلع س يتزايد بمقدار 1% سنتي عندما يكون أو عندما كان الحجم 5000 سنتيمتر مكعب. دال س دال ن تساوي 1/100 سنتيمتر على الثانية عندما ح تساوي 5000 سنتيمتر مكعب. عندما كان الحجم 5000، وبالتالي سوف نوجد قيمة س في هذه اللحظة، أي عندما ح تساوي 5000. من علاقة الح مع س مربع، أي عندما ح تساوي 5000 سوف نوجد قيمة لس. بالتالي بالتعويض في علاقة الحجم، 5000 تساوي 50 س مربع، وبالتالي س مربع تساوي 100، أي أن س تساوي 10 سنتي. أي أن إذا كانت ح تساوي 5000 سنتيمتر مكعب، فإن في هذه اللحظة س تساوي 10 سنتيمتر. وبالتالي المطلوب هو حساب معدل تزايد مساحة سطحه في اللحظة التي يكون فيها س يساوي 10. حساب معدل تزايد المساحة، أي دال ميم دال نون، حساب دال ميم دال نون. وبالتالي نستطيع أن نوجد دال ميم دال سين اللي هي مشتقة بالنسبة إلى سين اللي هي 4 س زائد 200، ولكن المطلوب دال ميم دال نون، أي بتطبيق دالة الدالة، دال ميم دال نون اللي هي دال ميم دال سين دال ميم دال سين ضرب دال سين دال نون المعطاة اللي هي 1/100. وبالتالي بالتعويض عندما سين تساوي 10، وبالتالي تصبح 4 × 10 = 200 لدال ميم دال سين، ودال سين دال نون اللي هي 1/100. وبالتالي بالتعويض دال ميم دال نون تساوي 4 × 10 عندما سين تساوي 10 زائد 200، والكل مضروبة بدال سين دال نون اللي هي 1/100، وبالتالي تساوي 200 + 40 اللي هي 240 ضرب 1/100، وبالتالي 240/100 اللي هي 2.4 سنتيمتر مربع على الثانية. أي أن معدل تزايد مساحة سطحه الكلية في هذه اللحظة، أي في اللحظة التي يكون فيها الحجم 5000 سنتيمتر مكعب أو طول الضلع 10 سنتي، هي تكون 2.4 سنتيمتر مربع على الثانية، وهو المطلوب في هذا التمرين. تمرين آخر يوضح الشكل، المنحني ص يساوي س مربع، والنقطة د اللي هي -1 0، النقطة ق اللي هي ه 0، وق متغيرة على محور السينات،
وقاف ط موازيا لمحور الصدد. عبر عن مساحة المثلث قاف ط د بدلالته. نلاحظ أن قاف ط موازيا إلى محور الصادات، وبالتالي سينات ط تساوي سينات قاف، ولكن سينات قاف اللي هي هاء صفر، أي أن سين قاف هي اللي هي هاء بعد عن محور سينات هاء، وبالتالي سينات تساوي هاء، أي أن سينات النقطة ط تساوي هاء، وط تنتمي للمنحني فهي تحقق معادلته، وبالتالي لإيجاد صادات النقطة ط نعوض في معادلة المنحني اللي هي س يساوي س مربع، وبالتالي صادات النقطة ط تساوي ه مربع، أي أن طول ط قاف اللي هو عبارة عن صادات النقطة ط ويساوي ه مربع، بينما طول الضلع أو القاعدة في المثلث د قاف اللي هي عبارة عن قاف واو زائد واو د. قاف واو اللي هو عبارة عن سينات النقطة ط أي يساوي هاء، بينما طول واو دال اللي هي بعد دال عن محور عن مركز الإحداثيات أو نقطة الأصل اللي هي ناقص واحد، وبالتالي البعد هو واحد، أي أن طول قاف دال يساوي هاء زائد واحد، وبالتالي في المثلث دال قاف ط أصبح لدينا طول القاعدة اللي هي هاء زائد واحد والارتفاع يساوي هاء مربع، وبالتالي مساحته تساوي نصف القاعدة في الارتفاع، أي أن مساحة المثلث تساوي نصف قاف د بقاف ط، وبالتالي تساوي نصف هاء مربع بهاء زائد واحد بفك الأقواس، وبالتالي تصبح ميم تساوي نصف هاء مكعب زائد نصف هاء مربع، أي أن مساحة المثلث بدلالة هاء هي نصف هاء مكعب زائد نصف هاء مربع، وهو المطلوب الأول في هذا التمرين. إذا تزايدت هاء بمعدل 5 وحدات كل ثانية، أي أن دال هاء دال نون تساوي 5 وحدة كل ثانية، فاحسب المعدل الذي تزداد به ميم عندما هاء تساوي 4 وحدات، أي المطلوب دال ميم دال نون عندما دال هاء دال نون تساوي 4 وحدات كل ثانية. لحساب دال ميم دال نون بتطبيق دالة الدالة اللي هي دال ميم دال هاء ضرب دال هاء دال نون، دال هاء دال مي هاء دال ميم دال هاء اللي هي 3 على 2 هاء مربع زائد هاء، مشتقة ميم بالنسبة إلى هاء، دال ميم دال هاء تساوي 3 على 2 هاء مربع زائد هاء، بينما دال هاء دال نون تساوي 5، ولكن دال ميم دال هاء عندما هاء تساوي 4، أي أن دال ميم دال نون في هذه اللحظة عندما هاء تساوي 4 وحدات تساوي 3 على 2 4 للتربيع زائد 4، والكل مضروبة بدال هاء دال نون اللي هي 5 وحدات أي 5، وبالتالي تصبح 24 زائد 4 ضرب 5 أي 28 ضرب 5 ويساوي 140 وحدة مربعة كل ثانية، أي أن معدل المساحة يزداد بمعدل 100، أي أن المساحة تزداد بمعدل 140 وحدة مربعة كل ثانية عندما تكون هاء تساوي 4 وحدات، وهو المطلوب في هذا التمرين. أعزائي الطلاب، بهذا التمرين نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس. إلى درس جديد إن شاء الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.